كنت بكح وبرجع أول ما بدأت أكح وبرجع تعبانة. بعد رحنا المستشفى كشفنا وعملنا أشعة وعملنا بتاع والحاجات الحمد لله والحمد لله. قال لها تخرجي وروح لم حاجاتكم حاجاتكم محتاجاتكم تخرجي وتعملي. وروح جايب الناس وعليتك كفر يا ملمور يا ملمور يا ملمور يا ملمور يا ملمور. اول ما الحاجه تعبت كان في اخر اسبوع في رمضان، فكان جات لها شويه كحه كده وتعبت، فجبناها الدكتور كشف عليها في البيت فقال ان هو عندها نزله شعبيه. فطبعا نزله شعبيه طولت بقى معاها، فرجعنا جبنا دكتور تاني فقال طب اعمل اشعه مقطعيه على الصدر. فعملنا اشعه مقطعيه على الصدر في مستشفى في الزقازيق، فطلعت قال التهاب رئوي. هي عندها هي الاشعه فيها كورونا، مش التهاب رئوي بس بنسميه اشتباه في الكورونا. ماشي، بيحجزوها عشان خاطر هي تعبانه. قالوا لا احنا ما عندناش امل. عملت تاني بقى بوست على النت كده على الفيس، حد يغثنا يعني، عندي الحاجه وفي حاله مخالطه ليها في البيت كمان، بدل الحاله بقت حالتين. فطب نعمل ايه؟ طيب مش عارف اعمل ايه، ودماغي بقى وقفت من التفكير يعني والعلاج. فاتصل بيا الحاج محمد مشهور من السعديين، قال لي ايه في ايه موضوع عندك، انت كاتب استغاثه على الفيس في ايه؟ قلت له عندي والدتي تعبانه عندها كورونا واختي مخلطه ليها. فوصلنا بقى لمستشفى السعديين، لقينا الراجل طبعا قابلنا مدير المستشفى بتاع السعديين اسمه الدكتور احمد بوحلاق. طبعا عشان الحاله سن متقدم سن كبير يعني، فاستقبلها ودخلنا على طول المستشفى، كان حاجز لهم سريرين. دخلها ودخل الاخت معاها، واسعافات بقى واكسجين وعمل لها صوره دم كامله اول ما وصلنا على طول، وسال الاكسجين، لا الاكسجين عندها ناقص، فحطت على جهاز الاكسجين. الكلام ده بقى في عنايه متوسطه، لان كانش الاول مستشفى فيها عنايه مركزه. لما عرفنا بقى ان هي مصابه طبعا، والاختلاط طبعا بيعدي، فقلنا نتعامل معاها بقى بحذر، بقى نلبس الماسكات والجوانتات وكده ونتعامل معاها بحذر. وقعدناها في اوضه لوحدها على اساس ان هي تبقى ما فيش اختلاط جامد، ومنعنا بقى العيال ما حدش يخش عليها واهل البيت ما حدش يخش عليها الا اختي بس، عشان هي طبعا لازم تخدمها يعني، لازم بتاكلها، كانت بتقومها تاكلها، كانت بتشيلها تدخلها الحمام، لان ما كانش بتمشي خالص، ما كانش في حركه خالص. ما لما عرفنا انها مصابه بقينا ناكلها اكل لوحدها وعايشه في اوضه لوحدها بس، ونخش ونخرج عليها بناكلها بنشربها بنقومها بنقعدها كده، عشان هي ما كانتش بتقدر تقوم. الحمد لله اول ما بلغنا الحمد لله فرحنا ان هي خفت بقت كويسه الحمد لله، وكتب له بقى على خروج، قال انت كده بقى لقيته 100 100، والحمد لله مش عايزه، هي مش محتاجه تابعة للمستشفى تاني ولا حاجه، والحمد لله. قال هنعمل لها حفله بس صغيره كده ونفرحها وتروحوا بقى. الحمد لله عمل لها حفله وبسطها يعني، والحمد لله وروحنا. بس كنا مبسوطين طبعا ان هي خفت وبقت كويسه يعني، الحمد لله ربنا يبارك لهم كلهم، الطقم كله كويس، هم راضيين والدكاتره كلهم كويسين، ناس محترمين كلهم. لما عرفنا عندها كورونا بقى طبعا عملنا لها حجر لوحدها في اوضه لوحدها، وكانت اختي بس بتولي العمليه ديت، هي كانت مخلطه معايا يعني، لان ست كبيره ما بتقدرش تروح الحمام، لازم تشيلها وتروح تودي الحمام وكده يعني. فكانت اختي بقى متجهزه لاكل وتسندها وتقومها، اختي كده ايام الحكايه دي يعني. ده البارحه ده خبر، كان خبر كبير مش قادرين نوصف فيها يعني، ست كبيره كان 90 سنه وربنا اكرمنا الحمد لله نعم بفضل يعني، كان خبر مش قادرين نوصفه، ما تقدرش، ما حدش يقدر يوصفه كده يعني، خبر مفرح مفرح يعني الحمد لله.